هرمونات الشبع والجوع. هل فكرت بيوم من الأيام شو اللي بيخلي الجسم يشعر بالجوع؟ ماذا نأكل؟ متى نأكل؟ كمية الأكل؟ بصراحة هي أسئلة أجوبتها معقدة ومتداخلة، ممكن تكون فسيولوجية، بيولوجية، نفسية أو اجتماعية. يعني بيختلف عند الإنسان نفسه كمية أكله ونوع أكله لما بيكون سعيد من لما بيكون حزين. يختلف اجتماعيا بين الشعوب، في شعوب هي متعودة تكون كمية أكلها كتير قليلة، وفي مجتمعات بتعتمد على الثروة البحرية، وفي منهم على الثروة الحيوانية، في منهم نباتيين تبعا للمنطقة اللي عايشين فيها. لكن نحن اليوم بصدد الحديث عن شو هن السيالات العصبية وشو هن الإشارات الداخلية اللي من خلالها منشعر بالجوع أو الشبع. رح نتطرق بإيجاز قدر الإمكان عن هرمونات الجوع والشبع في مقدمة للتكلم عن أدوية التخسيس المتعلقة بهي الهرمونات وطرق التنحيف بشكل عام، بغرض التوعية من الاستعمالات غير المدروسة لكتير من هي الأدوية وهي الطرق. العملية كلها عبارة عن إشارات بتوصل إلى الدماغ في منطقة الهايبوثالاموس اللي بسموها الوطاء أو ما تحت المهاد، منطقة في الدماغ بتتحكم بكتير من العمليات الفسيولوجية منها الجوع والشبع. بقى هي إشارات بتدخل إلى الدماغ بمنطقة الهايبوثالاموس وأوامر بتخرج منها. في كتير هرمونات بتدخل بهي العملية، اليوم رح نحكي بس عن 7 أساسيات منها اللي هن بيتعلقوا مباشرة بالجهاز الهضمي، وعملهم الأساسي هو سد الشهية أو فتحها. أول واحد الجريلين اللي بيسموه هرمون الجوع واللي يفرز مباشرة من المعدة. الثاني نيوروبيبتيد واي اللي يفرز من الهايبوثالاموس من الدماغ. والثالث الليبتين اللي يسمى هرمون الشبع واللي يفرز من الخلايا الدهنية. بيبتيد تيروزين تيروزين بي واي واي، جلوكاجون لايك بيبتيد 1 جي ال بي 1، كوليسيستوكينين سي سي كي، أوكسينتوموديولين أو إكس إم. هدول الأربع الآخرانيات بي واي واي جي ال بي 1 سي سي كي أو إكس إم هرمونات شبع تفرز من الأمعاء. هرمونات تانية متعلقة بالجوع والشبع مثل الأنسولين والكورتيزول وغيرهم، لكن أنا هون بس عم بحكي على الهرمونات المتعلقة بالجهاز الهضمي مباشرة. كمان هون أضفت الدوبامين لأنه إله علاقة أنه يشعر أو يوهم الإنسان بالسعادة وبيسبب الإدمان، مثلا عند الأكل وخصوصي الكربوهيدرات وبالأخص الأكثر سكر الطعام يحفز الدماغ على إفراز الدوبامين. المشكلة أنه كمية الدوبامين المفرزة تتناسب طردا مع كمية الطعام، لذلك إذا قللنا الوجبة ما بيعود يتحسس لنفس الكمية القليلة من الطعام وما منعود بنشعر بنفس الاستمتاع ونفس السعادة. منلاحظ من هذا المخطط كيف هرمونات الشبع بيزيد إنتاجها من الأمعاء، بيزيد بتنبه منطقة الهايبوثالاموس بالدماغ، كما أنه الليبتين من الخلايا الدهنية كمان بيزداد إنتاجه بتنبه الدماغ، بينما الجريلين من المعدة بيتوقف إنتاجه بيتوقف إفرازه، فبالتالي بينقص إفراز الـ NYB فبالتالي بتنقص الشهية والرغبة بالطعام. منشوف إنه الطرف الثاني هو الجوع، حالة الجوع العكس تمام، بيوقف إفراز هرمونات الشبع من الأمعاء، هرمون الليبتين من الخلايا الدهنية، بالمقابل بيزداد إفراز الجريلين هرمون الجوع من المعدة، وهذا نتيجة خلو المعدة من الطعام، فما في تماس فيزيائي بين مادة الأكل وجدران المعدة، فبيحفزها أنه تفرز هرمون الجريلين وتنبه، وهو اللي بيدوره بينبه الهايبوثالاموس بالدماغ، والهايبوثالاموس بيزيد إفراز الـ NYB اللي هو بيزيد الشهية عند الإنسان وبيزيد طلب الطعام. في شيء كتير مهم إنه تأثير الرجيم القاسي مثل تأثير الامتناع عن الأكل بيزيد الشهية، بيزيد الـ NYB
اللي هو هرمون الجوع وهرمون اللي بيفتح الشهية وخصوصي للكربوهيدرات السكريات. فلما بيخضع الإنسان لنظام غذائي قاسي بيؤدي لدائما خلو المعدة من الأكل، فبيؤدي إنه المعدة دائما عم تنبه الدماغ، عم تفرز الجريلين وعم تنبه الدماغ بزيادة طلب الأكل، ومنه بيزيد الـ NYB، فبتزيد الشهية وبتزيد طلب الأكل وخصوصي الكربوهيدرات. لازم دائما نعتمد إنه نعطي المعدة وجبات متكررة، وتكون هاي الوجبات بتاخد حجم كبير لكن سعرات حرارية قليلة، مثل البروتينات والألياف اللي هن بياخدوا حجم، بيأثروا تأثير فيزيائي على جدران المعدة، وبنفس الوقت ما بيعطونا سعرات حرارية عالية، بعكس السكر الأبيض أو الحلويات أو الدسم، ما هن ما بيعبوا وما بيحاكوا جدران المعدة، وبنفس الوقت بيعطوا سعرات حرارية عالية، فهن ما بيقللوا من إنتاج الجريلين، وبنفس الوقت يعني بيسمنوا باللهجة العامية. الموضوع عبارة عن ميزان، كل الهرمونات اللي عددناهم هن هرمونات شبع وجوع، لكن في اثنين أساسيات اللي هن الجريلين اللي يفرز من المعدة والليبتين اللي يفرز من الخلايا الدهنية. بعد الوجبة بنلاحظ إنه تركيز الليبتين بالدم أعلى بكتير من تركيز الجريلين، وهذا ما يشعرنا بالشبع. أما قبل الطعام بنلاحظ إنه تركيز الجريلين هو الأعلى والجوع هو المسيطر. في شيء رح نستغربه، إنه معظم هرمونات الشبع تركيزها أعلى عند الأشخاص المصابين بالسمنة من الأشخاص الأوزانهم عاديين، فهذا منطقيا المفروض إنه يؤدي لحالة شبع أسرع عند الأشخاص المصابين بالسمنة. المشكلة عنا هي حساسية الدماغ لهي الهرمونات، تبقى أقل بكتير، وكمان الدماغ بيعتمد على فرق التركيز بين الهرمون بحالة الشبع والجوع، فرق تركيز الليبتين، فرق تركيز الجريلين بحالة الشبع والجوع. اتضح انه الجريلين بيتم عم يفرز من المعدة حتى في حالة امتلاء المعدة بالأكل عند أشخاص المصابين بالسمنة، فما بيكون في فرق بالتركيز بين حالة الجوع، حالة فراغ من الأكل، وحالة امتلاء الأكل. كما أنه الليبتين كمان ما في فرق بين حالة التركيز، فرق تركيز بين الجوع والشبع، فلذلك حساسية الدماغ بتقل كتير لهي الهرمونات. حتى تستعيد هاي خلايا الدماغ حتى تستعيد حساسيتها لهي الهرمونات بدها تقريبا 12 شهر، فلذلك هذا بيفسر إخفاء كتير من الأشخاص البدينين من أنهم يستمروا بالحمية، لأنه للحقيقة بتزداد الشهية عندهم، بيزداد الجوع، بيزداد الطلب للأكل، فلازم يصبروا حوالي 12 شهر لإعادة برمجة خلايا الدماغ وزيادة حساسيتها لهي الهرمونات. اليوم كان عرض سريع لبعض الإشارات اللي بتحدث بالجسم لنشعر بالشبع، والمرات القادمة إن شاء الله رح نستعرض أنواع الأطعمة وتأثيرها على كل هرمون منهم، كما أنه رح نستعرض طرق التنحيف والأدوية اللي بتساعد على قطع الشهية وزيادة الحرق، ونشوف الميزات والسيئات لكل منها، ونشوف شو هن الأدوية اللي انحظرت قانونيا لكن ما زالت تستخدم بشكل غير قانوني، وليش انمنعت، وشو هي أخطارها. بتلاقوا بأسفل الفيديو روابط للمحاضرة بالعربي والإنجليزي. شكرا لكم، يعطيكم العافية، شكرا لاستماعكم.